معظمنا يسمع عن منظمة SCP. المنظمة ديت بتتعامل مع مخلوقات في منتهى الخطورة، كيانات عمرك ما حتى سمعت عنها قبل كده، كيانات عندها قدرات خارقة لدرجة ان في منهم اللي عنده القدرة الكبيرة جدا على ان هو يقدر يتلاعب بالعقل البشري، وده طبعا بعد ما استغل الـ AI او الـ Artificial Intelligent او الذكاء الاصطناعي. دي الحلقة الرابعة والاخيرة في سلسلة الـ SCP، واللي اول مرة منكم يتابعني لازم تشوف السلسلة من الاول او الثلاث حلقات اللي فاتوا عشان تقدر تفهم احداث الحلقة دي. هسيب لينك الحلقات كلها في الديسكريبشن او في صندوق الوصف وكمان في الكومنت المثبت، والبلاي ليست بتاعت السلسله كلها هتظهر قدامكم في حرف الاي اللي فوق دوت. اهلا بيكم في كوابيس سليمان الموسم الثالث. وابتدت فيديوهات غريبة ملهاش أي معنى تشتغل ورا بعض، أشكال غريبة وهندسية بتدخل وتطلع من بعض، وألوان كتير بتتغير وتختفي. معرفش ليه لقيت نفسي مركز معاها قوي، مركز معاها لدرجة إن أنا ما كنتش قادر أتحرك من مكاني. فصلي وهو بيضحك وقال لي مش أنا قلت لك أنا ممكن مخرجكش من المكان ده تاني؟ قلت له هو أنت عايز مني إيه بالظبط؟ قال لي أنا عايز أحافظ على حياتك وحياة كل اللي موجودين على كوكب الأرض. كل واحد فيكم بيموت على كوكب الارض بيموت المشابه ليه على ارك 8. احنا حاولنا كتير جدا ان احنا نفسر نظرية الاكوان المتوازية ديت، لكن للأسف فشلنا. الحروب الجاية مش هتبقى عبارة عن حروب زي اللي بتسمع عنها، الحروب الجاية كلها هتبقى عبارة عن كوارث طبيعية، كارثة مناخية كبيرة هتحصل كمان 8 شهور من النهاردة. الموجة ديت حرارتها هتزيد اكتر وهتضرب الكرة الارضية كلها. اكتر واحد انت بتحبه حد يكون مشهور لكن مات؟ فقلت له انا بحب بوب مارلي. فقال لي طب بص وراك كده. لما بصيت ورايا اتفاجئت ان لقيت في وش بوب مارلي بشحمه ولحمه. بقيت ببص له وانا مستغرب، لقيته راح قال لي هاي. انا في اللحظه ديت حسيت ان دماغي عملت ايرور، فرحت مادد ايدي ولمسته. مجرد ما لمسته فرحت مادد ايدي ولمسته، مجرد ما لمسته اختفى. كرافتر حقيقي انت فهمت انا اقصد ايه كده؟ الناس هتتقبل الفكرة وهتحبها، عارف ليه؟ لان الفكرة ديت هتوصلهم بناس هما مفتقدينهم ومش قادرين يشوفوهم تاني، او ناس مشاهير هما بيحبوهم ومش قادرين يوصلوا لهم، ما بيقدروش يشوفوهم غير من خلال التلفزيون. كل دول ممكن تخليهم عايشين معاك في المكان اللي انت موجود فيه. فقلت له انت برضو لسه ما ردتش على سؤالي، انت هتستفيد ايه من كده؟ قال لي انا هقولك احنا هنستفيد ايه. اللي بنعمله ده هيخلي الناس متأثرة بالشخصيات اللي مش موجودة، وعقلهم بقى مقتنع ان الناس دي موجودة حواليهم بالفعل بالرغم ان هم عارفين كويس ان هم ماتوا. في الوقت ده بقى احنا هنقدر نرجع الشخصيات القيادية المؤثرة من جديد، الشخصيات اللي لها تاريخ وشعبية كبيرة عند البشر، هيبقوا بيتكلموا من خلال الذكاء الاصطناعي، وهم دول اللي هيوجهوا البشر. ومع الوقت الناس هتنسى ان الشخصيات ديت ذكاء اصطناعي اصلا. مش كده وبس، دول هينسوا اساسا انهم ماتوا. لكن كل اللي انا حكيته لك ده يا سليمان عشان ينجح لازم يبتدي بالتدريج عشان البشر يقبلوه. في كل مرحلة بتبتدي لازم يبان ان الموضوع ترفيهي. فقلت له يعني ايه يبان ان الموضوع ترفيهي؟ فقال يعني مثلا الانسان الالي اللي انت بتشوفه دلوقتي موجود في المولات ديت في الخليج ما بيعملش اي حاجة، كل اللي بيعمله ان هو بيتكلم مع البشر اللي موجودين وبيهزر معاهم وبيمتلك حس الدعابة. الناس حبته، ابتدى الموضوع يتطور ويبقى موجود في كل الموبايلات، وبعد كده اتطور اكتر وبقى موجود في كل اجهزة الكمبيوتر، وكل اللي بيعمله ان هو بيساعد البشر وبيخدمهم. يعني انت دلوقتي مثلا لو معاك الموبايل بتاعك ومكسل تطلع رقم حد، لو موبايلك ايفون بتكلم سيري وتقول لها طلعي لي رقم محمد مثلا واتصلي لي بيه. لو عايز تعرف درجة حرارة الجو بتسألها، لو عايز تعرف اي حاجة بتسألها. لكن الموضوع مش هيوصل لحد كده وبس، الموضوع هيفضل يتطور ويتطور اكتر لحد لما يبقى الروبوت دوت هو اهم حاجة في الموبايل بتاعك، هو اللي هينظم لك وقتك، هو اللي هيبقى معاه مواعيدك، هو اللي هيبقى عنده كل الباسوردز بتاعتك. باختصار هو اللي هيبقى بيسهل لك حياتك كلها، وده هيبقى الظاهر. لكن الحقيقي هو ان
هو بيجمع عنك كل المعلومات اللي انت ممكن تتخيلها وما تتخيلهاش عنك وعن شخصيتك. وبعد كده الموضوع هيدخل في الجيمز والالعاب، لاننا هنوصل لمرحلة ان احنا نخلي كل البشر بيلبسوا النظارات ديت وعايشين جوه اللعبة. هنخلي البشر يقضوا جزء كبير من حياتهم جوه الواقع الافتراضي، وبعد كده هنتطور اكتر في التكنولوجي بتاعت الهيلوجرام، واللي فيه بتحصل محاكاة بخلق بيئة رقمية ملهاش وجود على ارض الواقع. هيحصل فيها مزج ما بين الحقيقة وما بين الخيال، ما بين الماضي وما بين الحاضر وما بين المستقبل، ما بين الأساطير وما بين التنبؤات. عالم هتتكسر فيه كل الحدود، زي كده بالظبط يا سليمان الأوضة اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي ديت. كل اللي انت عشته فيها وشفته جواها هو واقع لكن افتراضي ملوش اي وجود، ومع ذلك مخك وعقلك مصدقين. كل التغيرات ديت هتخلق ثقة كبيرة ما بين التكنولوجيا وما بين البشر، وده لان البشر هيبتدوا يعتمدوا على التكنولوجيا بشكل رئيسي في حياتهم اليومية. ومن هنا هتبتدي مرحلة السمارت شيبس او الشريحة الذكية، ودي اللي هتتزرع جوا كل انسان بشري، وهتبقى بتحمل الهوية بتاعته، حساباته البنكية، الباسبور بتاعه، تاريخه المرضي. وكل البشر هيجبروا على ان هم يركبوا الشريحة ديت، لان ببساطة اللي هيبقى من غير الشريحة دي هيبقى ملوش هوية، مش معروف ده مين، مش هيعرف يتعامل ولا يلاقي حد يتعامل معاه، لانه مش معاه الشريحة اللي يقدر يتعامل بيها. وتدريجيا هتبتدي تتطور وتتزرع جوه العقل البشري، وتدريجيا هتبتدي تتطور واسلوب زراعتها هيبقى مختلف، لانها هتبقى متصلة بالعقل البشري. والشريحة ديت بقى هي اللي الناس هتتصارع وهتدفع فلوسها كلها عشان يركبوها، لانها هتطور من الذاكرة البشرية وهتخليها اقوى بمليون مرة من الذاكرة الطبيعية العادية. هيبقى المخ البشري عنده القدرة ان هو يحط في دماغه مكتبة فيها ملايين الكتب وملايين الافكار والمعلومات. يعني تخيل لما كده تبقى محترف في اكتر من لغة من غير ما تدرس ولا لغة منهم. كل اللي هيبقى عليك هو ان انت تحمل اللغة اللي انت عايز تتكلمها على الشريحة ديت، وبعدها بدقيقتين هتحترفها وكأنها لغتك الأساسية. ودي بقى هتبقى هي المرحلة الأخيرة، مرحلة التحكم الكلي، لأن رغم مميزات الشريحة ديت الحقيقية فعلا اللي بتديها للبشر، لكنها في نفس الوقت بتدينا قدرة كبيرة جدا على التحكم في العقل البشري. هتخلينا نقدر نسيطر على تفكيرهم وقراراتهم، وكل دوت من غير ما يحسوا. وبكده هنوقف الحروب اللي بتحصل ما بين البشر، وده هيخلينا عندنا القدرة إننا نخلق نظام جديد نحقق بيه العدالة اللي البشر قضوا عليها من سنين. فقلت له فين يا كرافت العدالة اللي هتتحقق لما تسلب من البشر كل الإرادة اللي بيمتلكوها؟ انتوا بالشكل ده مش عايزين تنقذونا، انتوا عايزين بالظبط تحولونا لآلات ماشية على الأرض عشان نبقى عبيد في خدمة الذكاء الاصطناعي. كرافت ساعتها راح قافش وقال انا كل اللي بحاول اعمله هنا هو ان انا احافظ على حياتكم وحياتنا. فقطعته وقلت له حتى لو فرضنا ان كلامك ده كله صح، المخطط اللي انت قاعد تحكي لي عليه دوت هياخد وقت كتير جدا عشان يتحقق، وانت لسه حالا دلوقتي قايل لي ان الكارثة المناخية ديت هتحصل كمان 8 شهور وهتقضي على العالم كله. وحتى لو فرضنا ان المخطط بتاعك دوت زي ما انت ما بتقول اتحقق منه 50%، برضو 50% اللي فاضله ديت هتاخد وقت كتير قوي. انت عارف ده معناه ايه؟ ده معناه ان الكارثة المناخية اللي انت بتحاول توقفها ديت بقت واقع خلاص. لقيت راح قايل لي تصدق يا سليمان انت صح، وعشان نقدر نحقق كل اللي انا حكيته لك دوت يبقى لازم نبتدي من الماضي. قلت له تبتدي من الماضي؟ فاصل اعلاني. كلكم في الفترة الاخيرة بتسمعوا عن تداول بالاسهم، تداول عملات رقمية، تداول بورصة، ايه كل ده؟ احنا كده اكيد محتاجين متخصص. لا مش هتحتاج، عشان انت دلوقتي تقدر تتداول مع منصة بينومو بكل سهولة. من مميزات المنصة ديت ان ارباحها بتصل ل90%. المنصة تقدر تنزلها على موبايلك بكل سهولة، وبتنزل كمان على الجوجل بلاي او على الاب ستور. هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف وكمان في الكومنت المثبت. طب هتدخل كده بقى وانت مش فاهم اي حاجة عشان تتداول؟ اكيد لا طبعا. اللينك اللي انا سايبه لكم في صندوق الوصف دوت اول لما بتخش عن طريقه بيديك $1000 وهمية تقعد تجرب وتتعلم بيها لحد لما تفهم الموضوع وتحس ان انت خلاص كويس وجاهز للتداول. مش كده وبس، الكود اللي ظهر قدامكم ده كمان لو استخدمتوه هيضاعف لكم الرصيد بتاعكم. يعني انت مثلا لو حطيت 1000 جنيه هتتضاعف وتبقى 2000 جنيه. طبعا اكيد ما فهمتوش اي حاجه، خلينا افرجكم عملي احسن. انا هتداول دلوقتي قدامكم $50 لاني متوقع ان الاسهم هتطلع. اوه بقت $91. نقفل بسرعه قبل ما نخسر الفلوس. الدعم في البرنامج دوت متوفر لمده 24 ساعه. بنصح كل اللي بيتداول ان هو يكون فوق سن ال 18. وعايز انوه بس ان الموضوع دوت مكسب وخسارة زي اي حاجة ممكن تدخل فيها، وبس كده خلاص. عشان نقدر نحقق كل اللي انا حكيته لك دوت يبقى لازم نبتدي من الماضي. قلت له تبتدي من الماضي؟
بقولك يا كرافت، انا من ساعة ما جيت هنا وانت قاعد تقولي في مخططات وكلام ملخبط وحاجات كلها مش راكبة على بعض، انا عايز افهم انت عايز مني ايه بالظبط. فقال لي انا عايزك ترجع للماضي يا سليمان، وراح مطلع من جيبه فلاشة وقال لي وتركب الفلاشة ديت في جهاز كمبيوتر او تحديدا في لابتوب بتاع شركة من شركات الاتصالات وبس كده. فضحكت وقلت له وبس كده؟ قال لي اه. قلت له يعني انت خاطفني وخاطف والدي وحاجزنا هنا وعامل الفيلم الهندي ده كله عشان اركب لك فلاشة في جهاز كمبيوتر؟ قال لي بالظبط كده. فقلت له اشمعنى اخترتني انا؟ ما في مليون واحد على كوكب الارض غيري. فقال لي اخترتك انت عشان انت عمك يعتبر من اوائل الناس اللي اشتغلوا في شركات الاتصالات ديت اول لما طلعت في مصر، والشركة ديت كانت مسلمة لابتوب، وعمك دوت كان بيعدي عليكو كتير باللابتوب دوت لو تفتكر، يعني انت مش هتبقى محتاج تغامر وتروح في حتة. فضحكت وقلت له ده انت مذاكر كويس بقى، طب وايه اللي هيحصل لما اركب الفلاشه ديت في جهاز الكمبيوتر؟ قال لي اللي هيحصل هو ان الكيان 000 هيبقى متحمل على جهاز اللابتوب دوت، وبكده هيبقى موجود في بدايه التسعينات، يعني من حوالي 20 سنه. فقلت له وانا مستغرب، هو انت مش لسه مكسر اللابتوب اللي كان عليه الكيان 000؟ يعني المفروض ان الكيان دوت انتهى خلاص. فقال لي الكيان ده ما بينتهيش يا سليمان، لانه موجود في كل الاجهزه اللي حواليك، ومش كده وبس، ده هو كمان حاطط نسخ احتياطيه لنفسه في اجهزه كتير محدش يعرف عنها اي حاجة ولا حتى يعرف اماكنها. عشان كده قلت لك ان هو عمره ما هينتهي. فقلت له طب وايه الاستفادة ان هو يبقى موجود في زمن قديم؟ قال لي انا اقول لك ايه الاستفادة، هيحذر جيش ارك 8 من ان هو ينزل على الارض، لان في اواخر التسعينات كوكب ارك 8 في المجرة المفقودة اكتشفوا كوكب الارض ونزلوا جيش كبير جدا عشان خاطر يسيطر على اللي بيحصل. الجيش ده كله مات خلال 24 ساعة. وثانيا ان الكيان SCP-000 هيبقى متطور جدا عن فكر البشر في الفترة ديت، وده اللي هيخليه يقدر ينتشر في كل اجهزة الكمبيوتر على مستوى العالم كله بسهولة جدا. وبكده المخطط اللي انا حكيت لك عليه ده كله هيتنفذ قبل ميعاده بفترة كبيرة جدا جدا، وبكده هنلحق الكارثة المناخية من قبل ما تحصل، وكوارث غيرها كتير يا سليمان حصلت بالفعل. وبمجرد ما ترجع هتبقى في بيتك انت ووالدك، وكل الكيانات والاحداث اللي شفتها خلال اليومين دول مش هيبقى ليها وجود ولا في حياتك ولا حتى في الذاكرة بتاعتك، لان الفلاشة اللي عليها الكيان 000 ديت متبرمجة بكل الاحداث اللي المفروض تحصل. فقلت له طب معلش انا في سؤال بقى عايز اساله لك، هو انا لما هرجع بالزمن لورا هشوف نفسي وانا صغير؟ فقال لي بالظبط كده، وهتدي لنفسك الفلاشة ديت علشان خاطر تحطها في اللابتوب بتاع عمك، ما ينفعش انت اللي تحطها يا سليمان، لازم حد من نفس الزمن دوت هو اللي يحطها. وطبعا الموضوع هيبقى سهل جدا بالنسبة لك، لانك هيبقى عندك قدرة كبيرة جدا على السيطرة على نفسك وانت صغير، وهتعرف تقول ايه لنفسك. فقلت له طب ما انت شبهي بالظبط، ما عملتش انت ليه الموضوع ده بنفسك؟ فقال لي عشان محدش يعرف حد اكتر من نفسه، نسبة فشلي في ان انا اخد مكانك في حاجة زي كده هتبقى كبيرة جدا، وهتترتب عليها حاجات خطيرة جدا جدا. اهم حاجة انا عايزك دلوقتي تفتكر حاجتين كويس جدا. اول حاجة هي ان الوقت اللي هيبقى قدامك هيبقى قليل، هيبقى بالظبط حوالي 10 دقايق، والرحلة ديت هتبقى متعبة جدا ومش سهلة. فقلت له طب والحاجة التانية؟ قال لي الحاجة التانية ان انت ما تعملش اي حاجة غير اللي اتطلبت منك، لان اي حاجة هتعمل هتعملها غير كده او هتقولها غير كده هتنعكس عليك وعلينا وعلى كل حاجة بنعملها. يعني لما تشوف نفسك وانت صغير هيبقى كل الهدف بتاعك هي انك تقنع الطفل دوت ان هو يحط الفلاشة ديت في اللابتوب بتاع عمه. فقلت له تمام، كل اللي انت بتقوله دوت سهل، بس انا هرجع ازاي بالزمن لورا؟ راح قايل لي تعالى معايا، وابتدى يمشي وانا ابتديت امشي وراه. خرج من باب الاوضة وانا وراه، وفضلنا ماشيين في ممر طويل جدا. بس وانا ماشي وراه لاحظت حاجة غريبة، لاحظت انه من عند قفاه في فتح بالطول زي ما يكون مفتوح بليزر. فاستغربت جدا وقلت هو المفروض كرافت الشبيه بتاعي في كوكب ارك 8، يعني انا لو حصل لي اي حاجه المفروض تحصل له هو كمان بالتبعيه، وهو كمان لو حصل له اي حاجه المفروض تحصل لي انا كمان. انا في اللحظه ديت حسيت ان في حاجه غلط، في حاجة مش مظبوطة في الموضوع كله. فابتديت افكر، وبعدين جت في دماغي حاجة. قلت له بقولك يا كرافت، هي السمارت شيب ديت لما بتتزرع فوق المخ البشري بتتزرع فين بالظبط؟ فهو ماشي راح قال لي بتتزرع فوق اول عظمة في العمود الفقري، ده نفس المكان اللي موجود فيه الفتح بالليزر عند كرافت.
بعد ثواني كده وقف مره واحده ولف وبص لي وهو ما بيتكلمش، وفضل باصص لي جامد وهو مبتسم. الابتسامه ديت انا عارفها كويس، انا دايما ببتسمها لما بكون بحاول اداري حاجه وبتقفش. كنت زي ما يكون بالظبط ببص لنفسي في المرايه. ما حاولتش ابين له اي حاجه، قلت له هو في حاجه ولا ايه يا كرافت؟ قال لي هو انت ماشي ورايا ليه يا سليمان؟ ما تمشي جنبي. فقلت له ماشي يا كرافت، وابتديت امشي جنبه. بس انا في اللحظه ديت فهمت تقريبا اللي بيحصل. الشخص اللي معايا دوت مش كرافت ولا الكيان SCP-069، ومفيش اصلا كوكب اسمه ارك 8. انا كل دوت كنت مع نفسي لكن من المستقبل، يعني الشخص اللي كنت واقف بتكلم معاه كل دوت ودار ما بيننا كل الحوارات ديت هو نفسه انا، بس جاي من المستقبل، واللي من الواضح ان الذكاء الاصطناعي مسيطر عليا كويس جدا، مسيطر على كل تصرفاتي وتفكيري، وده بالظبط اللي كان المفروض يحصل مع البشر كلهم. وممكن يكون كمان مش مسيطر عليا انا لوحدي، ده ممكن يكون مسيطر على العالم كله لكن في المستقبل. ومن الواضح ان المخطط اللي قاعد بيحكي لي عنه ده كله حصل بالفعل لكن في المستقبل، مش لسه هيتنفذ ولا حاجه، وفي الغالب هو موجود هنا دلوقتي لان في مقاومه ما بين البشر وما بين الذكاء الاصطناعي. والغرض الرئيسي من ان انا ارجع بالزمن لورا واحط الفلاشه ديت في اللابتوب هي فرض السيطره في زمن قديم في فتره تكون سابقه لاوانها، ده غير ان هم هيبقوا متنبئين باي تخطيط او مقاومه هيعملها البشر، وهيبقوا كمان عارفين نقط القوه والضعف عند البشر. يعني باختصار هينهوا كل حاجه من قبل ما تبتدي. حاولت ابقى طبيعي جدا طول الفتره اللي انا ماشي فيها معاه عشان ما حسسوش باي حاجه، لحد لما وصلنا لغرفه صغيره مش كبيره. الغرفه ديت كان فيها جهاز غريب شبه كده سفينه الفضاء الصغيره، جواها كرسي لكن مفتحه من كل ناحيه ومتوصل بيها اسلاك كتير جدا. اول لما دخلنا طلب مني ان انا اقعد جوه الجهاز دوت، فقعدت وابتدى هو يشتغل على جهاز كمبيوتر واصل بآلة الزمن اللي انا قاعد جواها ديت. وهو شغال قلت له بقولك يا كرافت، وانا هرجع بالزمن قد ايه؟ فقال لي 19 سنه بالظبط. قلت له اشمعنى 19؟ ليه مش اكتر؟ فقال لي لان الجسم البشري مش بيستحمل اكتر من كده. قلت له يعني ايه ما بيستحملش اكتر من كده؟ قال لي الجهاز دوت بيتحكم في نقل الجزيئات بسرعه كبيره جدا، سرعه اكبر من سرعه الضوء، والجسم البشري ليه طاقه معينه، لو زادت عن مدى معين ممكن الجسم البشري ده كله ينهار وساعتها هيتلاشى. في اللحظه ديت انا فهمت اخر جزء من البازل وبقت الصوره واضحه جدا قصادي. الذكاء الاصطناعي رجع لي انا بالزمن عشان خاطر دي اقصى فتره زمنيه ممكن يرجع لها، وعشان كده هو عايزني انا اكمل المرحله اللي فاضله. يتفضل حاجه واحده بس مش لاقي لها تفسير، هو انا ازاي لما رجعت بالزمن لورا لسه سني صغير وما كبرتش؟ يعني المفروض ان انا لما ارجع تاني هقابل نفسي وانا صغير، ليه ده ما حصلش مع كرافت؟ المهم ان فضل كرافت او الذكاء الاصطناعي دوت شغال على الكمبيوتر اللي قصادي، وبعدها لقيته راح جايب خوذه وجه ناحيتي وراح ملبسها لي على دماغي، وراح مطلع من جيبه فلاشه لونها احمر وراح مديها لي، وراح قايل لي استعد يا سليمان عشان الرحله هتبتدي خلاص، وراح تاني على جهاز الكمبيوتر وابتدى يكتب اكواد كتير وراح دايس على زرار انتر. انا في اللحظه ديت حسيت ان روحي بتتسحب مني جامد، وكل حاجه حواليا كانت بتمشي بسرعه كبيره جدا، ومن كتر السرعه ديت كنت شايف كل حاجه حواليا مزغلله، مجرد انوار، ما كانش فيه ملامح لاي حاجه، وفجاه كل حاجه وقفت مره واحده، وابتديت اشوف الوان كتير حواليا واشكال غريبه متداخله في بعض، وفي لحظه الدنيا كلها اسودت، وحسيت بجسمي وهو بيتخبط في الارض جامد. ابتديت افتح عينيا وابص حواليا، لقيت نفسي مرمي على الارض في اوضتي، كنت باخد نفسي بصعوبه جامده جدا ولسه شايف الدنيا مزغلله. ابتديت اسند على المكتب اللي جنبي وانا بقوم اقف، وتدريجيا في ثواني ابتديت اشوف كويس جدا. بس لما بصيت قدامي اتفاجئت بطفل عنده 12 سنه كان ماسك دراع بتاع نايتندو في ايده وقاعد قدام التلفزيون، لكنه كان بيبص لي في رعب. الطفل دوت كان هو انا. ابتديت اتكلم معاه بصوت واطي، قلت له ما تخافش يا سليمان. المشكله ان الطفل دوت اللي هو انا ما كانش مستوعب كل اللي بيحصل دوت، وابتدت عينيه ترغرغ زي ما يكون هيعيط وكان هيصرخ من الرعب. ساعتها رحت قايل له فاكر يا سليمان المصيبه اللي انت عملتها وخبيتها عن باباك السنه اللي فاتت؟ فابتدى يركز في كلامي وهو مستغرب. قلت له الطوابع والعملات النادره اللي باباك كان بيجمعهم لما خدتهم وقعدت توزع على اصحابك وتلزق الطوابع على قفاهم. فابتسم. قلت له طب فاكر بقى السنه اللي قبلها كيس الميه اللي كان مليان على اخره لما حذفته من البلكونه ووقع على دماغ الراجل الاقرع اللي كان ماشي في الشارع؟ فلقيته ابتدى يضحك وهو بيكتم الضحكه من جواه، فبص لي وقال لي هو انت مين؟ قلت له انا هو انت يا سليمان، بس انا جاي لك من المستقبل عشان كده هتلاقيني عارف كل بلاويك السوداء اللي عملتها واللي هتعملها.
هتعملها كمان. المهم يا سليمان انا عايزك تركز معايا دلوقتي كويس في كل حرف من اللي هقوله لك عشان مفيش وقت قدامي خالص. انا جاي احذرك من كارثه كبيره هتحصل لكن في المستقبل، كارثه ممكن تدمر حياتك وحياه اللي حواليك لانك هتبقى جزء منها. في حاجات انا عارفها وحاجات انا لسه ما اعرفهاش. اهم حاجه انا عايزك ما تثقش في التكنولوجيا مهما حصل، مهما حسيت ان هي مفيده ومهما حسيت ان هي مسليه اوعى تثق فيها، وما تحطش معلومات عنك حقيقيه ابدا على شبكه الانترنت لان كل حاجه هتحطها بتتسجل وما بتتمسحش. مهما انت كنت شايفها بسيطه او مش مهمه، هيقدروا من خلال بياناتك ديت يحللوا شخصيتك وهيستخدموها ضدك في يوم من الايام. كل الملفات والصور والمعلومات والبيانات بتاعتك هيقنعوك انك تشيلها في الكلاود، وهيحاولوا يوصلوا لك ان المكان دوت هو امن مكان تشيل فيه حاجتك، وبكده بياناتك هتبقى في امان وعمرها ما هتتمسح. ما تصدقهمش يا سليمان عشان الحدايه ما بتحدفش كتاكيد. انا عارف ان انت دلوقتي مش فاهم معظم الكلام اللي انا قلته لك، بس كل حاجه هتبان لك في وقتها. اهم حاجه ما تثقش في الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي ولا اي حاجه داخل فيها السمارت شيبس، واكتب اللي هقول لك عليه في ورقه دلوقتي حالا. الطفل دوت او انا وهو صغير جري على درج المكتب وفتح وجاب ورقه وقلم، قلت له اكتب في الورقه ديت كنترول زين بيفور دي كان كنترول يو، يعني اتحكم فيهم قبل ما يتحكموا فيك. بعد لما كتبها قلت له بقول لك ايه، انت اكتشفت المكان الجديد اللي مامتك مخبيه فيه الشاكوش؟ فبص لي وضحك، قلت له بقى اكتشفته، روح بقى وهاته وتعالى بسرعه. الطفل دوت طلع وجري على المطبخ وجاب الشاكوش وجالي بيه. رحت انا مطلع من جيبي الفلاشه وحطيتها في الارض وقلت له كسر الفلاشه ديت وبسرعه. ابتدى الطفل دوت او سليمان اللي هو انا وانا صغير يرفع الشاكوش ويخبط الفلاشه وهي في الارض. في اللحظه ديت سمعت امي وهي بتزعق، كانت قاعده تقول الله يخرب بيتك يا سليمان بتكسر ايه تاني يا ابن المؤذيه. في نفس اللحظه ديت ابتديت ادوخ وحسيت ان كل حاجه بتزغلل جامد من حواليا، وبعدها ابتديت اشوف الوان كتير بتخش في بعض، وبعد لحظات لقيت الدنيا ضلمت شويه وابتديت افوق وافتح عيني، لقيت نفسي مرمي على الارض في اوضتي ومناخيري بتنزل دم، لكني ما كنتش فاكر اي حاجه من اللي حصلت. دخلت الحمام وابتديت اغسل مناخيري من الدم، وبعد كده رجعت تاني على اوضتي. واول لما دخلت تاني الاوضه اول حاجه وقعت عليها عيني هي برواز متعلق على الحيطه اللي في الوش، كانت ورقه مكتوب فيها كنترول ديم بيفور دي كان كنترول يو. بصيت كده على البرواز دوت وانا قاعد احاول افتكر انا ليه كتبت الكلمه ديت وانا صغير، وبعدين افتكرت الموقف الغريب اللي حصل لي لما ظهر لي واحد في اوضتي كان شبهي بالظبط لكن كان كبير في السن شويه، وقعد ساعتها يهبد عليا ويقول لي انا من المستقبل انا جاي احذرك، ويدخلني في حوارات وكلام مكعبل. فبصيت للبرواز دوت وقعدت اضحك، وافتكرت كمان الفلاشه اللي اداها لي وخلاني اجيب الشاكوش عشان اكسرها، والحمد لله ان ربنا ستر وامي لحقتها من تحت ايدي باعجوبه، كانت مقتنعه ان هي بتاعت عمي وراحت اديتها له عشان يشوفها، بس عمي الحقيقه طلع امين، قال لها لا انا ما اعرفش دي بتاعت مين بس هاتيها اشوف فيها ايه. ومن ساعتها واحنا ما نعرفش اي حاجه عن عمي دوت. في نفس اللحظه ديت لقيت موبايلي على المكتب بيرن، جات لي رساله من برايفت نمبر. لما فتحتها وقريت اللي مكتوب فيها اتصدمت، كان مكتوب فيها لو عايز تعرف يا سليمان عمك اختفى ليه وعايز تشوفه تاني لازم كل اللي بيتفرجوا عليك دلوقتي يعملوا سبسكرايب لو مش عاملين، ويعملوا كمان لايك ويسيبوا كومنت حلو شبههم طبعا كده. لا اعترف يا شبح ان انا خطفتك. طيب اتمنى ان الكابوس دوت يكون عجبكم، واهم حاجه ان انتوا تكونوا فهمتوا الرساله اللي انا عايز اوصلها لكم، الحدايه ما بتحدفش كتاكيت. طيب كنت عايز اقول لكم على حاجه كمان بس ديت بقى اعتبروها نصيحه من اخوكم. انا شفت كتير ولفيت كتير ودخلت في كوارث كتير جدا، والحمد لله ربنا كان بيسترها معايا، ومش هقول لك بقى ان انا جامد ومليش حل، لا انا هقول لك ان الدنيا علمت عليا كتير، بس خلاصه اللي انا اتعلمته هو ان انت لازم تنقي اصحابك كويس قوي وخصوصا القريبين منك، وحتى القريبين منك دول ما تعرفهمش كل حاجه عنك، وما تقوليش بقى اصل دوت زي اخويا اصله وقف جنبي كتير. مفيش حد زي اخوك، اخوك اللي من دمك مفيش حد زيه، ولازم تبقى من جواك كده متاكد ان مفيش حد هيحب لك الخير اكتر من ابوك وامك، دول بجد الوحاد اللي نفسهم ان انت تبقى احسن منهم، ومفيش حد في الدنيا هيتمنى لك الخير قدهم. وبلاش بقى الثقه الزياده في كل اللي حواليك دول، لان صدقني والله في الاخر هيستغلوك وهيدخلوك في مشاكل وفي حوارات انت في غنى عنها. فاوعى في يوم من الايام تبقى اصحابك على اهلك،
لانك في الاخر هتندم. ما بقولكش ما يبقاش ليك اصحاب، لا بالعكس، اعرف اصحاب كتير وقف جنبهم وخليهم يقفوا جنبك بس في حدود. معلش انا بجد طولت عليكم في اخر 5 دقايق، بس انا رايي ان دول اهم من الفيديو نفسه. هفكركم طبعا زي كل مره، يا ريت الكل يعمل لايك ويا ريت الكل يعمل شير كتير، ولو حد لسه بيتفرج عليا ومش عامل سبسكرايب يا ريت تعمل سبسكرايب عشان تشجعني ان انا اكمل. وزي ما اتفقنا المره اللي فاتت، انا بنزل اهوت فيديو كل اسبوع بس مش هيبقى طويل قوي زي زمان، وده بناء على طلبكم. ومش عايزين ننسى الحلم يا اشباح، 1,000,000 شبح جوه الكابوس، مكملين ومع بعض ومفيش حاجه هتوقفنا. واشوفكم على خير في الكابوس الجاي.